ماذا سوى حقيقي حارات ده دي قده ولا ليال صومالي وحي سمينش وواجبات كان ودح مريو حج بينو آلينا عمرينو آلينا صوم بينو صومينا محرمات كي كوي سمضى يطلق اي كعش هذا نيا نواصمينينا كوي كعش هذا نيا واصمينينا حقك قلينا لعنة الهي سبحانه وتعالى سمدك سوى الدقس هدو يرى النبي عليه الصلاة والسلام من آوى محدثا وارقفك مجنجلية ومرض سارة وضمولة وقبات سية قف دم بوين كدعي بدعا وين كدعي دل كدعي ديك غبا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كركيس اللعنة دي إلهي ها هات اللعنة دي ملائكة ها هات اللعنة دي دتك أردم كركيس ها هات من آوى محدث هدي قبيل المرك كي واحد لي كي واحد عي كي واحد خيامي كي أمضى أمانة دي اللمي هدي قبيل لغو الدفاع ولا ليه هدي لي يرى هو الرحمن أمضى صور دل على الدو ويكاريسا والله إلا أن لقبت بالي حجكنا دقي ماي عمرنا دقي ميسو ما حد عيه ويبقى ويس وحقوق ذات كلام سيدي لبقى عيدة وحوي اي علماء الاسلام كنا عديين حقوق ذو الله حقوق الهي لي واجبات صلاة كسار صوم كسار حج كسار ذكر الهي كسار زكاة كسار واجبات الهي لي حقوق لي اي حقوق ذات كوكو لي اما انا لدينا وجود حولها لدينا تابع ديغودا انا تابع شرفتودا انا تابع حدودودا دوكودا انا تابع وحي حقوق ولا دت كلها انا اسكا دورتو اسكا لارس تن الهي عفس بكل سنت تن الهي هداد لتي ما دوكا وحيا لوكا ودمبيا الهي سبحانه وتعالى هو كل فكره حقوق دت كسومها وانا اياك عفس كدرتا اياك انك عفيا ما هي لو سيدين ما هي هدا الدنيا اتكفى كتنا اخر ميزان كان لو تاجي وين هل كسالك قلت شريه بل كورها قف 8 مليون اسره صفتان وزير بانها هاوح كترمس بقر بانها هاوح كترمس سلطان بانها هاوح كترمس كابا قبيل بانها هاوح كترمس غير هبل الله دير وان كذا شو كترمس حاج كهدا تكتو وين هذا الله دير النمضة اسلام كصوبرتا ادي قول بس صوماليا دم طبعا بورا حق الله دير الله دير النمضة الدنيا تلو حساب تكو جوكت حق كو جوكت نص مليون مليون عرفت أدنى هذه السجية شنب غلا كون مجاران أنت أنا هاي الأشياء كمسلمين يما هذا مكة سنة دولبة هل مليون يزيادة ومسلمين عربة حقي كوجوك تلا دير النهوض هذا حتى من أعلم كوه أكو حساب تما أكو حساب حقي كوجوك تلا حتى حاطي بها قوي هما وحكو تري ميسا مركة ميل لكو جيل ميسو حج يا امرنا كما صدقش دوك قارب حورنا ورسنت كو دنبان هول سمينا ايه ها حول دعي دول كدع دد كدع جوين كدع وزاره دع حولها دع لعقت دع دد كدل كان ماوس كان واحد لي هل كجلي دبر كجلي وارير هبه نغما بخو دي لا ما قاه ما لما دلي شر ها حقي حق جلي حاجه بريتو هذه مسكين يا فقير يا تعبان يا حاجه بريتو هذه أين تذهب؟ هلك عني سلطانية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين مسكين يا هو ما قد انتهي
حاله سوى بحر إسكنا في نادي سو كده رجل سو وركوا جايسون إيه قاون إيه حاجة أو حال هذي أو نصيب كذي دوكا أو دوكا نصيب بين كلية هنا أو حق هذي أنتم مري يا كيلوك كبر حسني يا هوتلنا كبري يا فيلوك كبر استي يا قريه عروتا كبري حارنتا يا كبري سو كان مسكيك حولي سماها سو حدي سماها سو هودي سماها سو دوكي سماها سو ديجي سماها معلوم الله نسان مركا حد بان هذه عمره هذه اللي كاسو دبس الله هنا نكادف سيهر تحقبت به كبح النبي عليه الصلاة والسلام غيت إلهي سبحانه وتعالى نارت إيام بلا إكت عذاب حكمة لآن أم السمين حكمة لآن أم السمين وحان خصوة ختمة يا ولدك موعدة يحسو سنتها النفطي دي لك ولا ليال صومالي حاجك يا عمرضة ولا آدي وعمل فاضل هو نكس لكن وين بحكاس بديش حرماتك إلهي وين دلارس وين دوينيس قف كستو إن جمدة وين أجادة حاجك وآديه إنه كسو نقض أما أتقو سوي سبدري ونريره بالهينة مسلم فله أسلم إلهي وحب بشري وبشر المخبتين ماها المجرمين ميا قفتن بسوق لحد سوى السمية ميا هل ليس إلهي هل ليس ديه وحصعني أو إن قصع الله ما هنا غافلين أهانا أرض يقدمين كأه إنا نقولنا ماها صدا صلاة بيدروس تنقص عطاه دروس تنقص عطاه عبرنا نقص عطاه إلهي سبحانه وتعالى نتصيا ما تقدروا إلهي سبحانه وتعالى فلا تستعجل لهم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ما لبسوا يسعوا حساب ما تقدروا إلهي سبحانه وتعالى لكن عشر كينا فهمنا اللبه عشر رضا إنا فهمنا لبهي كتابك إلهي سبحانه وتعالى أمضاها أبو أخر بضم بنكملنا وإلهي فضلك أمضاها إسلام كبرك الله تريه أمضاها أبو هريان كملنا الحمد لله وإلهي فضلك وأرهم وناكسا وناقي اللي كمتها قرآن كوك إنا قادنا ملك استولي سوي مال شرف وي شرفت قرآنك لكن اللي هو عمل فلا عملك سوي نتوسا واجبك سوي لقالا إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنو حجكاس يا عمر داس يا عبادة داس إلهي سبحانه وتعالى إنو قد يقول مده إنو يسكو بدلنو سيدا وناك سيدا يسكو بدلنو مده إنو كو حصوصا نو واقع إنو وحا ويها إي حالك إنو وحا ويها اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأصلح أحوال الصوماليين خاصة يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلادهم آمنة مطمئنة وولي عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم اللهم أعصم دماءهم وأعصم أموالهم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة